رئيس الوزراء يتابع تخطيط استخدامات أراضي الدولة ويترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس. حزب الله يشتبك مع قوة الاحتلال أثناء تقدمها في محوري تشعب ويقصف قواعد عسكرية للاحتلال في شمال إسرائيل. الاحتلال يواصل نسف المنازل في مخيم جبليا شمالي القطاع ويجبر النازحين على مغادرة مراكز الإيواء. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز. وخلال اللقاء استعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حاليا، والتي تتضمن إنشاء محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح في مناطق غرب خليج السويس، كما تتضمن إقامة محطة طاقة شمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وتتضمن غير ذلك من المشروعات. تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن بلغت 3453 كنيسة ومبنى تابعا. كما استعرض الاجتماع أيضا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات. أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جولة ميدانية بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بقطاع التعليم والسعي المستمر لدعم وتعزيز دور مختلف مكونات المنظومة التعليمية، مشيرا إلى حرصه على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، والتأكد من تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع تتعلق بالتعامل مع الزيادة في حجم الكثافات الطلابية بالفصول وسد العجز في أعداد المعلمين. تحتفل القوات البحرية اليوم بعيدها 57 الذي يوافق يوم 21 من أكتوبر من عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. وفي كلمته بالمناسبة أشار قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية بامتلاكها أحدث الوحدات البحرية من مختلف الطرازات. عالم مليء بالتحديات البحرية، نرى فيه القوات البحرية المصرية رمزا للشجاعة والإقدام. فهي الدروع التي تتحدى الأموال وتحمي سواحل الوطن بكل قوة وثبات.
فهم رجال البحرية المصرية، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. تحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها 57، والذي يوافق ذكراه يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967، ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي والذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية. تحتفل قواتنا البحرية اليوم بعيدها 57، والذي يوافق ذكرى يوم 21 من أكتوبر عام 1967، ذلك اليوم الخالد في تاريخ قواتنا البحرية الباسلة، حيث قامت بإطلاق أول صاروخ بحري على مستوى العالم وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. إن ما حققته قواتنا البحرية في ذلك اليوم المجيد لا يختزل في نصر تم تحقيقه خلال معركة بحرية، بل هو يوم استعادة الثقة للجند المصري، والدليل على أن رجال قواتنا البحرية ما زالوا قادرين على تنفيذ مهامهم وحماية حدودنا البحرية. كما أشار إلى الدعم الذي تليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية. إن قواتنا البحرية منذ إنشائها تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والنجاحات، ولعل ما مرت به من مراحل التطوير خلال العشر السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة هي أحد تلك النجاحات التي اشتملت على تطوير القواعد البحرية بما يلبي مطالب قواتنا البحرية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمسرحي عمليات البحرين المتوسط والأحمر بشكل متزن وفعال. واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتقديم التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات البحرية بعيدهم المجيد. تنطلق غدا قمة تجمع بريكس سنوية بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان ضمن الاتحاد الروسي الفيدرالي بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية المعنية لمناقشة سبل دفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول التجمع ومناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية الإقليمية والعالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة موفد التلفزيون المصري من مدينة كازان علاء رشوان. علاء، ضعني في صورة بريكس وما سيحدث من فعاليات ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها. نعم، من المقرر أن تنطلق هذه الفعاليات صباح الغد وعلى مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 32 رئيس دولة وحكومة من الدول الأعضاء في التجمع أو من الدول خارج التجمع التي تسعى وتطمح إلى الانضمام هذا التجمع. في صدارة هذه الدول الأعضاء بطبيعة الأحوال روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا، وانضم إلى هذا التجمع مؤخرا تحديدا ممارس من العام الماضي كل من مصر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات وإيران وإثيوبيا. هذه الدورة من دورات الأفراد هذا التجمع الهام تأتي في ظل ظروف سياسية وجيوسياسية سواء إقليميا أو دوليا في منتهى الدقة والصعوبة البالغة. يسعى المجتمعون في هذه القمة لصياغة خارطة مستقبل للتعاطي والتفاعل مع هذه التحديات التي تلقاها هذا العدد الكبير من التحديات الأمنية والجيوسياسية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. كما هو معروف هذا التجمع أنشئ في عام 2006 والذي كان يضم 4 دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل، ومؤخرا تم توسعه هذا التجمع ليشمل 10 دول التي اشرنا اليها، وهناك طلبات من اكثر من
38 دولة تطمح إلى الانضمام إلى هذا التجمع الذي يعني يمتد على مساحة أكثر من 40% من الكرة الأرضية ويشمل أكثر من 45% من عدد سكان كوكب الأرض. هذا التجمع حقق تفارات اقتصادية هامة خلال المرحلة الأخيرة، ربما تجدر الإشارة إلى آخر إحصاءات البنك الدولي الذي تحدث عن أن هذا التجمع أصبح يمثل أكثر من مساهمة أكثر من 31.5% من الناتج العالمي، متفقيا بذلك حجم الناتج المحلي لمجموعة السبع دول الكبرى مجتمعة والذي وصل إلى 30.7%. ما يعكس أهمية هذا التجمع سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم. هذا التجمع أيضا يسعى إلى تعزيز الاستثمارات البينية والتجارة البينية بين دول الأعضاء، يسعى إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات تحديدا في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، يسعى أيضا من بين أهم أهدافه إلى تسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة بالتعاون بين دول الأعضاء في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والإنشاءات. نعم، على ماذا عن المشاركة المصرية؟ المجالات الاقتصادية الهامة. علاء، المشاركة المصرية في تجمع بريكس. نعم، المشاركة المصرية مشاركة هامة للغاية. مصر تسعى إلى دمج الاقتصاد الوطني المصري مع الاقتصادات الوطنية الناشئة في دول هذا التجمع الهام، وتأتي هذه المشاركة كمشاركة مصرية أولى بعد انضمام مصر رسميا إلى هذا التجمع في مارس من العام الماضي. أجندة المشاركة المصرية أجندة هامة تشمل العديد من النقاشات والمجالات، نتحدث عن تسريع وتيرة التعاون بين مصر وهذه الدول، خاصة وأن مصر انضمت أيضا مؤخرا إلى بنك التنمية الجديد الذي أنشئ ضمن هذه التجمع الهام والذي يبلغ رأس ماله أكثر من 50 مليار دولار، ويسعى الدول الأعضاء إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 100 مليار دولار كبنك يسعى إلى دعم القروض الميسرة والمنح الميسرة للدول الأعضاء للمساهمة في تسريع عمليات التنمية المستدامة في هذه الدول الأعضاء. تم إنشاء أيضا مؤخرا صندوق الطوارئ الذي بلغ حجم رأس ماله 100 مليار دولار، ويسعى أيضا المشاركون والدول الأعضاء في هذا التجمع لمضاعفة هذا الرقم لمساعدة الدول الأعضاء في امتصاص الصدمات الاقتصادية والأمنية والسياسية المختلفة وتقليل حدة هذه التأثيرات، خاصة في مجالات الطاقة، في مجالات إمدادات الغذاء وغيرها من هذه المجالات. المشاركة المصرية مشاركة ستكون فاعلة للغاية، هناك العديد من الإطروحات التي تتقدم بها مصر لتفعيل هذا التعاون كأحد أهم أطر التعاون المتعدد الأطراف التي تسعى إلى تحقيقه الدولة المصرية مع عدد من الدول الفاعلة، وفي مقدمتها تجمع البريكس، تجمع هام سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد السياسي في إطار التبادل التنسيق والتشاور ووجهات النظر حيال المستجدات التي أشرنا إليها سواء إقليميا أو دوليا. نعم نعم، بالطبع سنوالي متابعتنا الإخبارية لقمة بريكس معك علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري من مدينة كازان، شكرا لك. تلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا من وزيرة خارجية السويد، شهد الاتصال مناقشة مجمل العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الأوسط في ظل تصعيد المتسارع بالمنطقة. أدان عبد العاطي التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتسبب في كارثة إنسانية في القطاع وفي لبنان، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية بدون شروط. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز العلاقات المصرية الآسيوية، وخلال لقائه سفراء الدول الآسيوية المعتمدين بمصر
أشار وزير الخارجية إلى حرص الدولة على الدفع بأواصر التعاون مع الدول الآسيوية في مختلف المجالات، وذلك في آفاق أرحب، مشددا على أهمية تكثيف التعاون خلال المرحلة القادمة لمضاعفة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين كافة البلدان. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على اهتمام الدولة بالمواطنين المصريين في الخارج، وخلال لقائه عددا من رموز الجالية المصرية بالرياض، شدد عبد العاطي على الأهمية التي تليها الوزارة لتقديم خدمات قنصلية سريعة وميسرة للمصريين، وأيضا تذليل أي عقبات قد تعترضهم، منوها إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل القنصلي لتقليص المدة الزمنية لإنجاز تلك المعاملات وتيسيرها على المصريين في الخارج. الملف اللبناني، حيث دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى انسحاب إسرائيل الفوري من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها أو دخلتها. وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، أكد أبو الغيط وقوف الجامعة مع لبنان، مؤكدا أن وقف إطلاق النار الفوري يعد أولوية. أكدت عليه أولويات محددة تتبناها الجامعة العربية، في مقدمتها أهمية وضرورة التوصل الفوري لوقف إطلاق نار مستقر ومقبول ودون مدد زمنية مثلما يطرح هنا وهناك. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان أموس هوكستان أن ربط مستقبل لبنان بنزاعات أخرى في المنطقة ليس في مصلحة الشعب اللبناني. وأضاف هوكستاين خلال مؤتمر صحفي في بيروت أن الحديث عن التزام لبنان وإسرائيل بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ليس كافيا، وأن الولايات المتحدة تعمل على صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد. إن ربط مستقبل لبنان بنزاعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني. As President Biden said, كما قال الرئيس الأمريكي بايدن، إن هدفنا هو الوصول إلى اتفاق شامل يشمل قرار مجلس الأمن 1701 ويضمن أن يكون هذا النزاع الأخير لأجيال عديدة. إن 1701 كان ناجحا في إيقاف الحرب في العام 2006، ولكن علينا أن نكون صريحين، لم يقم أي أحد بأي شيء لتطبيقه، وأن غياب التطبيق خلال كل هذه السنوات ساهم في الأزمة التي وصلنا إليها اليوم. هذا وقد استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي موفد الرئيس الأمريكي أموس هوكستاين. وشدد ميقاتي على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار رقم 1701 كونه الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية نشطة للتوصل إلى وقف قريب لإطلاق النار. بدوره أكد هوكستاين على أن المساعي الدبلوماسية لا تزال قائمة وجاذبة، مشيرا إلى أنه يتم العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الفترة القادمة. وعلى الصعيد الميداني، أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع عسكرية متنوعة للاحتلال في شمال إسرائيل برشقات صاروخية. وأوضح الحزب أنه شن هجمات على مواقع في الجليل المحتل، فضلا عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بمنطقة عديسة وكركلة وبلدة مركبة بقذائف مدفعية. كما أكد الحزب أنه استهدف قوات الاحتلال أثناء محاولتهم إجلاء جنود جرحى وقتلى في الأطراف الشرقية لبلدة مركبة جنوب لبنان. كذلك شن الحزب هجمات على عدد من المستوطنات الحدودية.
فجر الجيش الإسرائيلي منازل داخل بلدة عيت الشعب الحدودية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن اشتباكات عنيفة تدور بين عناصر حزب الله والاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التقدم البري على محور عيت الشعب. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان لليوم 29 على التوالي، مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي بمختلف المناطق في لبنان. وقصفت قوات الاحتلال عددا من بلدات الجنوب اللبناني، من بينها بلدات حنين والظهيرة ومعروب والخيام، كما استهدف الاحتلال أيضا حيا سكنيا مكتظا بالسكان في بعلبك، ما أسفر عن مقتل 6 أطفال ونساء من عائلة واحدة وإصابة 8 آخرين. كان الاحتلال قد شن 11 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية، استهدفت 4 منها استهدف على الأقل مباني مؤسسة خيرية. هجمات مستمرة وغارات لا تهدأ فوق سماء لبنان، وبمرور الوقت يزداد الوضع سوءا في ظل غياب أفق الحل السياسي في الوقت الحالي لتتفاقم أزمة لبنان. ففي أحدث التطورات الميدانية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على لبنان على فروع لجمعية مؤسسة القرد الحسن التابعة لحزب الله، بعد أن قصف مواقع للحزب في أنحاء البلاد. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت من جانبها بأن عدد الغارات على الضحية الجنوبية لمدينة بيروت بلغ 11 غارة، منها غارة على موقع بالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي، لافتة إلى أن الضربات استهدفت كذلك أهدافا في بعلبك والهرمل ورياق بشرق لبنان. وعلى جانب آخر، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان. ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب طالبت بالسماح لقواتها بالمشاركة في تنفيذ فعال لضمان عدم إعادة تسليح حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود، لافتا إلى أن إسرائيل طالبت بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني. وتعليقا على هذه الشروط، قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل. التطورات المستمرة والتحركات الإسرائيلية تؤكد بشكل لا لبس فيه نوايا تل أبيب وخططها في التعامل مع الموقف، وجرها المنطقة بأكملها لحالة من التوترات غير المسبوقة ورفضها لخفض التصعيد. رفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتدخل في شؤون لبنان. وأكدت الخارجية الإيرانية أنها تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددة على احترام سيادة لبنان. كما أكدت الخارجية الإيرانية أن أفضل مسار لتسوية الوضع السياسي في لبنان هو وجود حوار لبناني لبناني، مشيرة إلى أن اختيار رئيس جديد للبنان هو شأن خاص باللبنانيين والقوى الفاعلة على الساحة السياسية ومنها حزب الله. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم إلى إسرائيل ودول عربية في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق نار في غزة. أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنه من المتوقع أن تستمر الجولة حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكين في أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. قالت مسؤولة الإعلام في وكالة الأونروا إيناس حمدان أن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكبها
إسرائيل شمال قطاع غزة. وقالت المسؤولة الأممية إن الوكالة حذرت على مدى الأسبوعين الماضيين من أن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الفلسطينيين إلى الضروريات اللازمة لبقائهم بما في ذلك المياه. أفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير بأن أكثر من 90% من سكان غزة قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي. كما دعا البرنامج إلى وقف القتال في غزة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، مضيفا أن الجوع سيزيد من قسوة الشتاء على العائلات في غزة. أعلن مدير منظمة الصحة العالمية لأوروبا هانس كلوغا أنه سيتم إجلاء ما يصل إلى 1000 امرأة وطفل مصابين ومرضى من قطاع غزة خلال الأشهر القادمة. وقال كلوغا إن منظمة الصحة العالمية ستقوم بتسهيل هذه العمليات بالتعاون مع الدول المعنية والاتحاد الأوروبي. وسهلت منظمة الصحة حتى الآن حوالي 600 عملية إجلاء طبي من غزة إلى 7 دول أوروبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر من عام 2023. تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في وضع العراقيل المختلفة أمام المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. فقد قلصت قوات الاحتلال اليوم عدد شاحنات الغذاء والوقود التي تدخل إلى القطاع، بالإضافة إلى تحديد وقت معين لدخول الشاحنات لا يتعدى 12:00 ظهرا. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث تواصل قوات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المستمرة بدخول هذه المساعدات الإغاثية والتأكيد على أهمية دخول هذه المساعدات الإغاثية وأيضا المساعي المختلفة للوصول لوقف إطلاق النار. هذه المساعي والمجهودات المصرية لا تقتصر على إدخال المساعدات من بوابة معبر رفح المصرية فقط، ولكن أيضا تسلمها وأيضا وضعها وحملها على هذه الشاحنات ومجهودات كبيرة من الهلال الأحمر المصري في مدينتي العريش ورفح. لكن قوات الاحتلال جزء من أساليب عرقلة دخول هذه الشاحنات هو إما تعطيل دخول الشاحنات، تفتيشها لمدة طويلة، أو تقليل وتقليص عدد الشاحنات التي تدخل إلى الناحية الأخرى، أو في بعض الأحيان مثل هذه الأيام تقليص حتى الوقت المخصص لدخول هذه الشاحنات، حيث حددت اليوم أنه لن تدخل الشاحنات بعد الساعة 12:00 ظهرا. وقد دخل بالفعل يعني 30 شاحنة دخلوا إلى بوابة معبر كرم أبو سالم المتوجهة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، دخلوا إلى الناحية الأخرى، أفرغت ما يقرب من 8 شاحنات وربما لم تصل حتى إلى 10 شاحنات ما أفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى وعادوا أدراجهم إلى الأراضي المصرية، بالإضافة لـ 4 شاحنات الغاز تحديدا أفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى وعادوا إلى الأراضي المصرية. بالطبع هذه الأعداد التي تدخل ليست كافية على الإطلاق، فالاحتياج اليومي لقطاع غزة يتعدى 500 شاحنة في ظل ظروف التجويع والتي تنتهجها بالفعل قوات الاحتلال بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه الصورة من بوابة معبر رفح سواء الخاصة بالمجهودات المصرية لدخول المساعدات أو الوضع الحالي في قطاع غزة فيما يتعلق بالاستهداف المستمر أيضا للمدنيين في قطاع غزة. هذه الصورة والآن أعود إليكم مرة أخرى. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
الولايات المتحدة تعلن اكتمال نشر منظومة ساد الصاروخية في إسرائيل، وسلطات الاحتلال تعلن اعتقال خلية تجسس لصالح إيران. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظام المتقدم المضاد للصواريخ ساد في إسرائيل، مشيرا إلى أنه في موقعه الآن. ورفض أوستن توضيح ما إذا كانت منظومة ساد جاهزة للعمل، لكنه قال إن للولايات المتحدة القدرة على تشغيلها بسرعة كبيرة. في خطوة ستساعد على حماية حليفة واشنطن لكنها تزيد من انخراط الولايات المتحدة في النزاع، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نظام الدفاع الأمريكي ثاد بدأ العمل في إسرائيل. وقبل أيام أرسلت الولايات المتحدة بطاريات الدفاع الصاروخي ثاد إلى إسرائيل للدفاع عنها في حال تعرضت لضربات إيرانية قد تكون ردا على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران. وتعد بطاريات ثاد نظاما دفاعيا مكملا لباتريوت، لكنها قادرة على صد هجمات من مدى أبعد يتراوح بين 150 و200 كيلومتر. وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أكثر من مرة مؤخرا أنها ستشن هجوما قويا على إيران ردا على الضربات الأخيرة، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي إذا هاجمت المنشآت النووية، مشيرا في الوقت نفسه أن إيران ستعيد تقييم سياساتها النووية. وشنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل مطلع شهر أكتوبر الجاري، قالت إنه رد على الضربات الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت بنا تحتية وقادة لحزب الله، فضلا عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وساعدت سفن وطائرات حربية أمريكية في الدفاع عن إسرائيل في وجه الهجمات الإيرانية، لكن نشر المنظومة سيؤدي إلى نشر نحو 100 جندي أمريكي لتشغيلها داخل الأراضي الإسرائيلية، ما يعني بأنهم سيكونون معرضين للخطر بشكل مباشر أكثر. أعلنت الشرطة الإسرائيلية تفكيك شبكة تجسس تضم 7 إسرائيليين كانوا يجمعون معلومات عن القواعد العسكرية في الدولة والبنية التحتية للطاقة لصالح الاستخبارات الإيرانية. قالت الشرطة في بيان إن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية نجح في تفكيك الشبكة فضلا عن اعتقال 7 أشخاص. تعهد الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري الحالي للبيت الأبيض دونالد ترامب بأنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيعمل فورا على إحلال سلام حقيقي ودائم في الشرق الأوسط. وقال ترامب إن الانتخابات الأمريكية ستحدث فارقا كبيرا، مشيرا إلى أنه يحظى بعلاقات جيدة ومتميزة مع كثير من دول الشرق الأوسط. دعت وزارة الداخلية الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة لسرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية، وذلك لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة في 31 من أكتوبر الجاري، تجنبا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد. أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أهمية دور وزارات ومؤسسات الثقافة في الوطن العربي في الاهتمام باللغة العربية وخلق مصادر معرفية وثقافية إسلامية قادرة
على جذب الشباب والأطفال. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر لرئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي محمد خليفة المبارك، والذي نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد النهيان وتقدير دولة الإمارات لما يقوم به من جهود في نشر سماحة الإسلام والوسطية والتعايش. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أكد أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني تحدد المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز داخل المحافظة الواحدة. وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن المؤتمر يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع فرص تبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر أرسلت خلال السنوات السابقة العديد من القوافل الطبية في تخصصات مختلفة إلى دولة تشاد. وخلال استقباله وزير الصحة التشادي عبد المجيد عبد الله، ناقش وزير الصحة سبل تعزيز التعاون لدعم جمهورية تشاد بالقوافل الطبية في مختلف المجالات الصحية. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمزيد مع زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية. نحييكم من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الذي يقام في نسخته الثانية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة. هذا المؤتمر الذي يحظى بزخم كبير، نتحدث عن أكثر من 130 جلسة حوارية وعلمية تقام على مدار فعاليات هذا المؤتمر، ومشاركة ما يزيد عن 800 مشارك من المتخصصين والخبراء سواء المحليين أو الدوليين ومن منظمات إقليمية ودولية. هناك العديد من المنظمات التي تشارك، وبالطبع منها الأمم المتحدة، منظمات الأمم المتحدة باختلاف تخصصاتها. وتحدثت مع عدد من ممثلي الأمم المتحدة الذي أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بتنظيم مثل هذه الفعاليات، وخاصة فيما يخص بالتنمية البشرية. اليوم تم وقعت العديد من الجلسات التشاورية والعلمية بمشاركة عدد من الوزراء. من بين هذه الجلسات التي أقيمت اليوم نتحدث عن مشاركة وزير الثقافة في جلسة مهمة للغاية كانت بعنوان دور الثقافة والدراما والإعلام في خدمة التنمية البشرية والقطاع الصحي في مصر. هذا فضلا عن مشاركة وزيرة التنمية المحلية في جلسة أقيمت اليوم أيضا كانت بعنوان اللامركزية والتنمية البشرية. هذا أيضا عن فضلا عن مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية في جلسة أيضا كانت بعنوان جلسة حوارية تحت عنوان قوة الثقافة والإعلام وتشكيل التصورات الصحية والسلوكيات الإنسانية. وشارك أيضا في العديد من الجلسات التي أقيمت على مدار هذا اليوم، وبالتالي نحن نتحدث عن مؤتمر للسكان والصحة والتنمية البشرية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتستمر فعالياته حتى 25 من هذا الشهر بإذن الله، وبالطبع نتابعه معكم يوميا بالصوت والصورة. إليكم زملائي في الاستوديو. We'll be right back.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الحكومة عازمة على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط، وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب. جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة. لقد شهد مجلسكم الموقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذي دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق الأصيل، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية. لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط. ذلك الملف المطروح على حضراتكم وعلى مائدة الحوار الوطني وصولاً لما فيه صالح الوطن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بخفض كوتة استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8000 سيارة شهرياً بدلاً من 10000 سيارة. أكد المجلس أنه لا يوجد سيارات، مشدداً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكداً على أن إنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية. استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب وزير الخارجية الرومانية لومانشيا أوديبيسكو وسفيرة رومانيا لدى القاهرة والوفد المرافق لهما. بحث اللقاء سبل التعاون بين الأكاديمية الوطنية والمؤسسات الرومانية العاملة في مجال القيادة في ضوء تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب. تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالأكاديمية بالإضافة إلى اللقاء مع مندوبات متدربات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات. والآن نتحول في نشراتنا إلى أخبار الاقتصاد والتفاصيل مع الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكراً إلهام نمر، شكراً هبة حسين. أهلاً بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من هونغ كونغ. وقال هيبة إن الشركات من الصين وهونغ كونغ تتصدر قائمة الدول المصدرة للتدفقات الاستثمارية من شرق آسيا إلى مصر. كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركات في مصر للتأسيس والإنشاء والتشغيل. استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد مدينة يانجتان الصينية. تناول الاجتماع بحث التعاون المشترك لجذب الشركات الصينية العاملة والراغبة في التوسع خارج الصين.
أعلن المصرف المركزي الصيني خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية. وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين لأضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام بنسبة 4.6% على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. انتهت هذه الجوله الاقتصاديه، نعود للختام والعناوين مع الهام نمر وهبه حسين. اشكرك مصطفى. ومن اخبار الاقتصاد الى عناوين الاخبار. رئيس الوزراء يتابع تخطيط استخدامات اراضي الدوله ويترأس اجتماع اللجنه الرئيسيه لتقنين اوضاع الكنائس. حزب الله يشتبك مع قوات الاحتلال أثناء تقدمها في محور عيت الشعب ويقصف قواعد عسكرية للاحتلال شمال إسرائيل. الاحتلال يواصل نسف المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع ويجبر النازحين على مغادرة مراكز الإيواء. ختام نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصرية. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.